السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسلم بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، حطوا لنا لايك حلو بقى كده منكم. طبعا ايه، انا عندي الرومي دلوقتي هطلعه ايه ياكل شوية من اكل البيت كده. انا قلت لكم ان باكله اكل البيت اهو، جايبه له اهو. دي مكرونة على عيش مقطعه له على بعضه كده حلو ايه، والعمليه تمشي لحد ما ايه ربنا ايه يدبرها من عنده. ما تصدقوش ان حد يقول لكم ايه الرومي ما بياكلش العلب بس، لا الرومي بياكل اي حاجه. الراجل قايل لي كده ساعتها، قال لي ما شاء الله بياكل كل حاجه، بس انا مش عايزه اكله اي حاجه. ليه؟ عشان برده ما يشيلش ايه دهون. انا باكله الحاجات دي مؤقت مع نسبه علف، مش هرماه من العلف خالص. طبعا هنطلعه بقى ايه ياكل معانا كده الاكله دي عشان ندخله، عشان المغرب خلاص قرب. ايه اللهم صل على النبي، دول بيخشوا يزقروا معاهم كده ما بشوفهمش. بصوا بقى، عشان انا ايه بقول لكم، انا بحط لهم علف، بسم الله ما شاء الله اهو، بحط لهم في الصينيه دي حبه علف، لازم احط لهم علف، ما ينفعش ايه ما احطش للرومي علف، لازم يعني شويه ايه من بالليل لبالليل او اخر النهار. المهم هي الاوضه ضلمه اساسا، هو بيصحى ايه الصبح بدري ياكلهم او بياكلهم قبل الليل ما يليل حسب ايه ما بياكلهم. المهم ان هو قدامه علف، رغم ان هو قدامه علف شوفوا بقى بيحب اكل البيت ازاي. بصوا بصوا اللهم صل على النبي، بيهجم على اكل البيت بسم الله ما شاء الله، هيدلقه اهو. طبعا انا مسيبه معاها الرومي اللي هو ايه الكام واحده دول، طبعا انا كنتش بطلعهم معاهم اصلا، بس ايه دخلت الفراخ ودول مش عايزين يدخلوا، قلت لهم خليكم بقى انتم نصيبكم. حتى ايه منهم واحده دخلت مع الفراخ ما طلعتهاش لحد دلوقتي. المهم بسم الله ما شاء الله اهم دخلين بقوا حلوين، والرومي بتاعنا برده ما شاء الله حلو. بصوا يا جماعه بيحب اكل البيت ازاي اهو. يعني انا كنت خايفه بقى ايه لما العلف غلي كده، قلت بقى ده عندي بقى فراخ بيضه وعندي الرومي. الحمد لله خلصت من الفراخ البيضه وذبحتها، لكن الرومي هو بياكل اكل البيت. انا عودته بقيت ادخله اكل البيت مع الفراخ البلدي بقى يلقط معاهم. دلوقتي ما بقتش ايه ما بيستغناش عن اكل البيت، احط له بياكل، هو بيحب كل حاجه طريه سبحان الله. المهم ايه، صلوا على النبي حبايب قلبي، حطوا لنا لايك جميل، واللي بيشوف قناتي لاول مره يشترك فيها، حطوا لنا لايك حلو كده بقى منكم. دول بياكلوا هنا، ودي برضه راحت هناك كنت حاطه اكل للفراخ، بتاكلوا برضه من اكل البيت، راحت تاكل معاها من الصينيه اهي. بس دول ما شاء الله ايه هيخلصوا هنا قبلها، هي مش هتلحقهم. المهم هو بيعشق العيش الطري واكل البيت زي ما قلت لكم، وادعوا لنا بالبركه، حطوا لنا لايك حلو بقى كده منكم. الرومي الاسمر لما بيتسيب مع الرومي التاني بيظهر، لكن طول ما هو وسط الفراخ بيبقى باين ايه ان هو مش يعني اميان، لكن لما بسيبه لوحده كده بيظهر ان هو ايه ما شاء الله حجمه بدا ايه يحلو. طبعا انا ذبحت منهم واحده زي الكبيره اللي هناك دي، زي دي كده، دي لقيتها كشه كده فروحت ذبحها، قلت ايه ما بخليش حاجه عندي بصراحه، اللي بلاقيها كشه اول باول بروح ايه جايبه رقبتها، مش ناقصه هي العمليه يعني غلو علف والطيور تموت كمان. لا اللي عنده حاجه زي كده مش لا استنى عالج بقى وما عالجش، لا ولا باضت عندي ولا عملت دي روميايه ولسه صغيره، وبرده الروميه البيضه الثانيه لما لقيتها برده نفس الطريقه ما بتاكلش، رحت جايبه رقبتها وكانها كانت زي العسل والله. يعني ايه ربنا ايه مدينا عقل نفكر بيه، الطيور كتيره عندنا نخف منها، في فراخ ما بتبيضش نذبحها، في بط مثلا كبر وبقى حلو وزنه حلو ما نطمحش نخلي البط لما وزنه يوصل لستة كيلو 5 كيلو، لا مش حاجة توصل للوزن ده ابدا، نروح على طول دبحين ايه ونوفر برضو المصاريف. الحاجة دلوقتي بقت تصرف اكتر ما بتشتريها من بره، يعني لو هتشتري البطاية من بره دلوقتي مش موفرة انت حاجة، هتشتريها يعني في البيت لو ربيتيها مش هتوفري حاجة، لو اشتريتيها من بره هيبقى ارحم. فان يعني ايه ماشي حالكم يا جماعه لحد بس الايام الجميله اللي احنا فيها دي تعدي، ويا رب الحاجه ترخص عشان الناس كلها تعرف تربي، واللي بيتاجر يتاجر، واللي بيسترزق ربنا بيرزقه، يعني ايه يعني يجيب شويه طيور. برده في ناس اصحاب مزارع عدموا الفراخ بتاعتها، عدموا الكتاكيت يا جماعه اللي هو المعامل والحاجات دي، والله انا شفت منظر الكتاكيت انا زعلت. انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، انا كل ما بفتكرها بتصعب عليا، ارواح بتتعدم في الاكياس كده بيحطوها ويربطوا عليها الاكياس، يعني ده المنظر ده ما يرضيش حد ابدا، ما يرضيش يعني استغفر الله العظيم ما يرضيش ربنا. ايه ده ايه ده لا اله الا الله، يعني احنا وصلنا لحد فين الناس تعدم دي روح هنتحاسب عليها؟ بس الناس غصب عنها من دقيقتها هتعمل فيهم ايه؟ طيب ما انت هتسرحي قد ايه في الشارع، ده كميات الافات مؤلفه معامل اقفاص فوق بعضها فوق بعضها، فبيحطوا في الكاس وبيرموا.
وناس عندها يعني ناس مزارع في بيتها كده، ولا معرفش عاملين فين، في حته ارض برضو مسكوا كانت فراخ سودا، مسكوها في الاكياس لونها اسمر يعني، حطوها في الاكياس وربطوا وربطوا جامد عشان تموتهم بسرعه يعني، ترحمهم. هو انت كده بترحمهم؟ حرام، ربنا هو اللي خلقهم يا جماعه، كنتوا سايبهم اديهم للناس، الناس تاكلهم. بس الفراخ البيضه حرام، مش هتاكل اي حاجه فعلا، ما بتاكلش الاكل البيت ولا الكلام ده. فما حدش يا جماعه يغامر الايام الايام دي ويجيب طيور، اللي هيجيب يجيب حاجات بسيطه قوي، يجيب نوع مثلا ايه بلدي، يجيب بطيتين ثلاثه، ما يكترش اكتر من كده، عشان ايه؟ لو جاب حبه علف صغيرين في الاول ياسسهم عليهم، وبعدين ياكل اكل البيت عادي، عشان الدنيا بقت نار بصراحه. ربنا ما بقاش في حاجه موفره، بس احنا عشان انا بحب تربيه البيت، تربيته جميله، بعشقها بصراحه. فبصراحه ربنا محافظه على دول، اللي بلاقيها كده فيهم بروح ذبحها. والرومي ده اول ما يبقى كويس ويشيل وزن حلو، هو دلوقتي كده بسم الله ما شاء الله، هو ايه يعني مش مكلفنا، اللي هو ايه حبه العلف اللي بحطهم بالليل، مش بحط علف كتير، بحط على قد كده بالليل، وبالنهار اكل البيت زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بياكلوا ما بيتكلمش. وحد من حبايبي كان قال لي ما تاكليش الفراخ الكوسه والخيار كلهم ميه، بيخلوا الخيار تخس. انا كل فين وفين يا حبيبه قلبي لما بحطهم مثلا ايه مع اكل البيت، مع شويه عيش يعني، لما بروح السوق مثلا الاقي حاجه، ما بروحش السوق كل يوم، عندي انا شويه حاجات دبلالين في الثلاجه بحط عليهم عيش، ما بضيفهمش لوحدهم، انا عارفه ان الحاجات دي بتهفق الفراخ برضو. فالحمد لله، ادعوا لنا يا جماعه بالبركه، وربنا يبارك للناس كلها يا رب، ايه والحاجه ترخص عشان الناس ترجع تجيب في بيوتها، والخير يملى بيوت المسلمين كلها يا رب. وصلوا على النبي حبايب قلبي، حطونا لايك جميل ما تنسوش. شفتوا دول سابوا الصينيه اللي هنا دي عشان ما شاء الله قربوا خلصوها اهو، وراحوا للصينيه الثانيه. فبصراحه ربنا انا الحمد لله يعني اي حاجه عندي في البيت برميهم، سيبيها على الله مش هيجري حاجه، كله حلو ورضا الحمد لله. انا كنت وزنتهم معاكم ونزلت فيديو بيهم بالوزن وكده، فبسم الله ما شاء الله يعني برضو اوزانهم مش وحشه بالنسبه لثلاث شهور، وانتوا عارفين ان هم كانوا عيانين وكده. فالحمد لله اهو شويه كده شويه كده لحد ما وزنهم يظبط معايا كده، زي ما قلت لكم قبل كده انا مش هخليهم ايه لما وزنهم يزيد بقى قوي، يبقى مثلا 20 والكلام ده كله، انا حاسه ان مفيش حاجه هتوصل ل20 عندي اساسا، زي ما يوصلوا بقى وهذبحهم ايه وناكلهم ونريح نفسنا. يمكن اخليهم ايه لو يعني لقيت وزنهم بيزيدوا بقى حلوين، ممكن اخلي منهم ايه واحده ولا اتنين لحد رمضان، اما اشوف. يلا ربنا يسهلها. الاسود ما شاء الله زي ما قلت لكم، انا كنت جايبه صغير على كبير، فتلاقوا بصوا احجام صغيره اهي، وحجمها هنا حجم واحده كبيره قوي هناك، اللي هناك دي حجمها كبير، واللي هناك برضو بعيد دي حجمها كبير. بسم الله ما شاء الله هم بداوا يظبطوا على الاول وبداوا يحلووا والحمد لله. طبعا شايفين الليل خلاص قرب ليلة اهو، طلعوهم بس شويه بعد ايه ما اكلت الفراخ البلدي وحبستها، طلعتهم شويه وهحبس كله بقى، هحبس الرومي الاسود مع الرومي الابيض، معلش عشان بتكلم بسرعه، بس هحبس ده مع ده في اوضه واحده. هما بداوا يتعودوا بعض، هما بيضربوا بعض بس بداوا يتعودوا على بعض، انا فعلا عايزاهم يتعودوا على بعض عشان ايه برضو المكان يا جماعه ايه، مش هعرف احط دول في مكان ودول في مكان. بصوا الروميه السوداء اللي واقفه هناك اللي بتنام على نفسها وهي واقفه دي، هما كده خلاص عايزين يبيتوا بقى، هنبدا بقى ايه ندخلهم بقى ونبيتوا. طبعا انا كبرت لكم الصوره شويه عشان تقربهم لي، انا قاعده بعيد عنهم، فاللي يشوفهم ما شاء الله يا رب يصبحوا كده كده، الوزن بتاعهم ده يبقى كده 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 يا رب. ادعوا لنا بالبركه يا حبايب قلبي، حطوا لنا لايك حلو بقى كده منكم. كان حد من حبايبي في التعليقات قال لي صوري البط، انا ما عنديش بط يا حبايبي، اللي هم البطتين اللي هم مربياهم يبيضوا والذكر، حتى منهم بطايه طايره بقالها يعني بصوا يومين كده مش عارفه اجيبها من عند البيت اللي جنبنا، واقفه على السور ما اعرفش في ايه، ما تعبتش دي ولا ايه، من امبارح الفجر يعني تاني يوم جايه عليها اهو، فمش عارفه ربنا يسهل واعرف ايه اجيبها، وان شاء الله هصورهم لكم برضو باذن الله. طبعا الفرختين دول انا ما بعرفش ادخلهم مع الطيور خالص، بيجي ثلاث فرخات ولا اربعه بيبقوا واقفين، بصوا
ما بيرضوش بيروحوا بيته تحت الكراكيب اللي هناك دي، بيعششوا تحتها، راخرين كشين من البرد واميانين وما بيسمعوش الكلام، فسايباهم بقى وخلاص. اعمل لهم ايه؟ يلا ربنا كريم. بص ده واقف ازاي بقى، نازل في الطبق. معوداهم معللهم الاكل في الاوضه، بحطولهم على حاجه عاليه وبحبسهم. طب انا احبسهم بقى واحط لهم برضو ايه، حبه علف قدامهم، هزود على الحبه اللي جوه دول حبه علف. طبعا انا كان عندي حبه العلف انا محافظه عليهم للرومي بس، وال كان عندي من باقيين من الفراخ البيضه، وكان عندي حبه اللي كنت بخلطهم على الفول الصويا على بعضه على حبه الدشيشه، دول برضو مبقياهم هناك اهو. بصوا حطهم في كيس فوق البتاع الاسود اللي هناك ده، ومحافظه عليهم. هم قربوا يخلصوا والله فعلا، بس ربنا يسهل. حتى لو جبت 5 كيلو علف وقلبتهم على شويه دشيشه وايه، وخليتهم برضو للروم، عشان لابد ان الروم ياكل علف، مش هينفع يتساب من غير علف. بس برضو ايه، هنساعد زي ما قلت لكم باكل البيت اهو، حاجه هنا وحاجه هنا، وربنا هو ايه اللي بيكرم. وبدعيكم يا حبايب قلبي للاشتراك في القناه، اللي بيشوف قناتي لاول مره حطوا لنا لايك حلو، وبشكركم على تعليقاتكم الجميله والله، ربنا يخليكم يا حبايب قلبي.